اليوم يا تلاميذ الحلوين بمدرسة أبو عزيز. على الله. أهلكم حطوا ثقتهم فيي، كلهم حطوا ثقتهم فيي، بتعرفوا ليش؟ لأني أنا أبو عزيز بقول رأيي وما بخاف من حدا، مشان هيك على أطفالي أولاد. وكنت وين البشر يا وينك؟ تكي راحتك بدها فكر، ابن عم حط غراضك، اسمع شو بدي أقول. لنرجع يا حلوين لموضوعنا، بما انكم وين موجودين عندي بهالمدرسة بدي أخبركم عن حالي. أنا أبو عزيز بعمري ما كنت سب، بعمري كلمة تفوق ما تطلع من تمي، كلمة شو ما تطلع من تمي؟ فوق. مش هيك يا أولاد، هاي تعبت فوق النهار، بس لأنه جيبي نفضوه وصوتي أخدوه ورأيي بلا فوق اضطريت أقول تفوق. اضطريت أقول شو؟ تفوق. طب هيك هيك تفوق. أنا يا جماعة يا أولادي الأحبة عم سب من ورا هالوضع، من ورا هالوضع شو؟ برافو عليكم. قبل ما أحكي كثير وكثر لكم حكي بدي أسألكم كم سؤال لنشوف أنتو معلوماتكم قديش قوية. السؤال الأول بيقول، تفضل يا أستاذ الأخوين. نعم. بيقول يا حبيبنا، إذا واحد راح بسيارته ليعمل ميكانيك وقضى كل النهار ما وصل دوره لأنه موظف الميكانيك ناطر الرشوة منه، شو بيقول له؟ بيقول له الموظف الميكانيك بدي برافو جابولو. السؤال الثاني، سؤال لحضرتك، بعد ما أنجى أنبلش المدارس وبلشوا يغلوا لقصوطة، شو بيقول له؟ رخصوا على لقصوطة يا أخوة برافو جابولو. السؤال الثالث، سؤال ثالث لحضرتك، هونيك نعم يا خي، إذا واحد عم يسوق سيارته على الاوتوستراد ووقع بالجورة وانكسر معه الكارتير، شو بيقول؟ كسر الكارتير ورا الجورة يا السؤال الأخير حضرتك، نحن عم ندفع كثير مصاري واصلين للإفلاس، ليش؟ لأنه عم ندفع الكهرباء مرتين والمي مرتين، فشو لازم نقول؟ بقول له شحتونا ووصلتونا للإفلاس يا ورجعتونا 100 سنة لورا وطعميتونا بدي بدي ابو من ورا. بتزبطني حالي كثير، بتزبطني حالي حالي حالي. انتوا لازم تتخرجوا، انا بدي اعلمكم، انتوا جايين تعلموني يا ابو عزيز. خلينا نغني كلنا سوا اهم اغنيه عن التعليم، اغنيه بتقول ألف باب وباية وضعه بيسوى سرماية، كل أغراض تيابي بعت القدامة والوراية. حرف الألف أي، حرف الباء باء، حرف النون دك، حرف التاء تي، بهالحالة شو سرماية. ألف باب وباية وضعه بيسوى سرماية، كل أغراض تيابي بعت القدامة والوراية. حرف الشيم شحدنا، حرف القاف عرفنا، حرف الحاء حبلنا، حرف السين سرقونا، سقونا مثل المعزاية. ألف باب وباية وضع بيسوى سرماية، كل غراض تيابي بعت القدامة والوراية. بس خلاص